بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حال عدم تمكنك من استدعاء نتيجتك التي قد نشرنا عنها فيديو، وهو نتائج المراسلة أو نتائج امتحان إثبات مستوى دورة ماي 2022، والتي سوف يظهر لكم الفيديو أعلى يسار الشاشة، انظروا إلى الأداء أعلى يسار الشاشة فيما يتعلق باستدعاء نتيجتك الخاصة بالمراسلة. إن لم تتمكن من استدعاء نتيجتك الخاصة بالمراسلة، إن كانت لديك مشكلة مثلا في الشبكة، إن كان مثلا إن كنت مثلا قد حاولت أن تستظهر نتيجتك وظهرت لك مثلا صفحة موقع بيضاء وإلى غير ذلك من المشاكل التي في استدعاء النتيجة، فلا تقلق، كون أن الديوان قد نشر إعلان، وسوف أضع لكم هذا الإعلان أسفل الفيديو على هيئة صورة. في حالة ما إذا لم تتمكن من استدعاء نتيجتك بالإنترنت، فما عليك إلا التوجه إلى المراكز الولائية من أجل إصدار نتيجتك، وكما ظهر في الإعلان الذي سوف أقرأ على ما سمعكم وهو أسفل الفيديو في هيئة صورة لتتأكدوا منه. هنا بالنسبة للإعلان، بالإضافة سوف أقرأ عليه على ما سمعكم الإعلان، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بسحب النتائج. هناك خطأ في الكتابة، من المفروض نتائج، هنا مكتوب النتائج، نتائج امتحان المستوى دورة 2022 على المتعلمين عن بعد، أن المتعلمين عن بعد أن يتحصلوا يمكن عفوا يمكن للمتعلمون يمكن للمتعلمين عن بعد أن يتحصلوا على نتائجهم على مستوى المراكز الولائية والملحقات التابعين لها. وكما شاهدتم في إعلان الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، يخبر المتعلمين بأنهم بإمكانهم التحصل على نتائجهم من الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم التحصل على نتائجهم بالتوجه إلى المراكز الولائية والملحقات التابعين لها. أرجو أن يستفيد الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.